المتوسط السادس العلمي. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة اللي تتعلق بالمسعر الحراري، قلنا هو جهاز استخدم في قياس مكان التفاعل الدلتا اتش ار، واخذنا الأمثلة واخذنا التمارين، واليوم راح ناخذ حل المسائل اللي تتعلق بالمسعر الحراري. بالحقيقة هنا سؤالين، سؤال 16 وسؤال 17 صفحة 60. راح نبدأ بسؤال 16. سؤال 16 يقول عندنا حلول تفاعل كيميائي في مسعر سعته الحرارية الكلية تساوي 2.4 كيلوجول على سيليزي. اوكي، اذا هاي مو حرارة نوعية، هاي يسمونها سعة حرارية. شلون عرفته؟ هو قال لي سعته الحرارية يعني هاي السي، وبعد والوحدات كيلوجول على سيليزي، يعني ما عندي غرام، اذا هاي يسمونها سعة حرارية وليست حرارة نوعية. اوكي، فان درجة حرارة المسعر ترتفع بمقدار 12% سيليزي. اذا هاي الدلتا تي، هاي معناتها تي فاينل ناقص التي انيشال، اعطيك اياها جاهزه. احسب التغير في الانثالبي لهذا التفاعل بوحدات الجول. ليش قال بوحدات الجول؟ لان عندك كيلو جول، فمعناته الناتج اللي يطلع عندك ضربه 1000. اوكي، طبعا انا على مود احسب التغير في الانثالبي راح احسب كميه الحراره. قانون الكيو، كميه الحراره تساوي ان الكتله في الحراره النوعيه في التغير في درجات الحراره. اوكي، طبعا هو مو مطيني كتله ولا مطيني حراره نوعيه، بس مطيني سعه حراريه، لان الكتله في الحراره النوعيه شو تطيني؟ سعه حراريه. يعني معناته الكيو تساوي الكتله في الحراره النوعيه هي السعه الحراريه في التغير في درجات الحراره. اوكي، السعه الحراريه مطينيها 2.4 في التغير في درجات الحراره هو 12%. هسه بس مجرد اضرب ظني الرقمين، يعني اضرب ال 24 بال 12، 2 في 4 8، 2 في 2 4، اترك مرتبه 1 في 4 4، 1 في 2 2، اجمعهم 8 2 288. يعني الكيوب تساوي 288. هسه اجعل فوارس، قلنا عندي مرتبتين وقلنا عندي مرتبه، فثلاث مرات هاي ثلاث مرات، احسب 1 2 3 واخلي الفارس. والوحده شنو هي؟ كيلو جول. ليش؟ لانه المئوي اختصرته ويا المئوي بقت بس وحده الكيلو جول. زين، هو بيش رايده؟ رايده بوحده الجول، فبيش اضربها 1000. على مود احول الكيلو جول الى جول، وكل واحد كيلو جول يساوي 1000 جول، فاقول الحراره تساوي اخذ هذا الرقم 0.88 واضربه بايش؟ بألف. ليش؟ حتى احول من كيلو جول الى جول. فالكيو شو راح تساوي لنا؟ هاي الالف تحذف لي ثلاث مراتب، انا عندي ثلاث مراتب، فثلاث اصفار تحذف لي ثلاث مراتب، يعني الناتج راح يكون 2.88 شنو هو؟ جول. اذا حسبت كميه الحراره بالجول. زين، هو ايش رايك يقول احسب الثابت التفاعل؟ هو بالحقيقه الثابت التفاعل دلتا اتش ار، ثابت التفاعل دلتا اتش هو نفسه الكيو بثبوت الضغط. هاي الكيو لما احسبها بالمسعر هي بثبوت الضغط، فهي نفسها، بس شنو راح تكون؟ عكس الاشاره، هنا موجب، هنا راح يكون عندك سالب 8 جول. هاي هي كميه الحراره، يعني هذا هو التغير في الانثالبي. اوكي، بس وحده حراره مو على مول، لانه راينا بس بوحدة الحرارة. اوكي، ليش سالب؟ لانه هذا التفاعل هو باعث للحرارة. هاي ليش موجب؟ هاي كمية الحرارة اللي اكتسبها الماء بالمسعر. بالحقيقة هو الماء منين جاب الحرارة؟ اكتسبه نتيجة التفاعل الكيميائي، إذا التفاعل الكيميائي بعث له حرارة، هذا التفاعل هو باعث للحرارة، فتكون الإشارة مالته سالب. اوكي، نجي على سؤال رقم 17. السؤال رقم 17 يقول إذا عندك إذا أحرقت عينة كتلتها 1.5 غرام من حامض الخليج، إذا هاي هي العينة اللي راح أحرقها. الكتلة المولية مال حامض الخليج هو 60 غرام على مول، بوجود كمية كافية من الأكسجين حتى تساعد على الإشتعال، وكان المسعر يحتوي على ماء 750 غرام من ماء، الحرارة النوعية مال الماء مطينية 4.2، ارتفعت درجة حرارة المسعر من 24 هاي التي إنيشال إلى 28 هاي التي فاينل. احسب كمية الحرارة التي يمكن أن تنتج من احتراق 1 مول من الحامض، على افتراض أن السعر الحرارية للمسعر مهملة. أوكي، خلينا نرسم المسعر وبعدين يعني. طبعا أنت ما مطالب بالرسم، بس هنا للتوضيح. إحنا قلنا إذا هو هذا هو المسعر الحراري، هذا هو المسعر الحراري، ها
هذا الوعاء يحتوي على الماء، يعني هنا عندنا ماء يجلد 750 غرام، يعني هنا عندي كتلة الماء 750 غرام. أوكي، هذا مليان ماء، هذا الوعاء الخارجي طبعا معزول حراريا، كنا ما عندنا هيك ترانسفير، يعني انتقال حرارة بين داخل الوعاء والمحيط الخارجي. داخل هذا الوعاء يوجد وعاء العينة، هذا الوعاء داخله وعاء، هذا نسميه وعاء العينة، راح أخلي فيه حامض الخليج، راح أخلي 1.5 غرام من حامض الخليج، هاي اللي راح أحركها وراح تطلع الحرارة ويكتسبها المي. قلنا شئنا عندنا هذا خلاط استرق حتى يوزع لدرجة الحرارة، وعندي هنا مقياس يقيس لدرجات الحرارة، فدرجة الحرارة الأولى شئت كانت 24، يعني طبعا هذا بتدريجات محرار، فدرجة الحرارة الأولى التي إنيشال كانت 24 درجة مئوية. أوكي، هسه لما طبعا قلنا هذا شنو، هذا كله مليان مي، هذا كله مي 750 غرام مي. هسه راح اسوي فد شرارة كهربائية داخل هذا وعاء العينة، شرارة كهربائية حتى يحترق عندي حامض الخليج، هنا اسوي فد شرارة كهربائية. أوكي، راح يحترق الحامض، من يحترق الحامض راح يبعث بالحرارة إلى المي، الماء راح يمتص، هذا راح يبعث حرارة والماء راح يمتص الحرارة، إذا الاحتراق راح يبعث حرارة والماء راح يمص الحرارة، وش عرفت الماء راح يمص الحرارة؟ راح ترتفع درجة الحرارة من 24 إلى 28، إذا التي فاينل درجة الحرارة النهائية هي 28 درجة مئوية، حتى منها طلع الدلتا تي، 28 ناقص 24 4. طبعا يفترض بان اشغل الخلاط، ليش؟ حتى درجة الحرارة تتوزع، حتى المحرار يقرا لي قراءة صحيحة. اوكي، اذا هسه انا ايش راح اسوي؟ راح احسب كمية الحرارة، الخطوة الاولى احسب كمية الحرارة اللي يكتسبها المي، اللي يمصها المي، اوكي، واللي يبعثها، اللي يبعثها منبعثة نتيجة احتراق حامض الخليج. احنا كنا عندنا خمس خطوات بمسائل المسار، الخطوة الأولى راح أحسب الدلتا تي، يعني هذه خطوات ثابتة، أولاً راح أحسب الدلتا تي اللي يساوي لنا التي فاينل ناقص التي إنيشال، التي فاينل ناقص التي إنيشال، إذا الدلتا تي تساوي لنا التي فاينل هي 28 والتي إنيشال هي 24، وبالتالي الناتج يساوي لنا 4 درجة سيريزية. أوكي، حسبت الدلتا تي، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح أحسب كمية الحرارة اللي يكتسبها المي، قانون الحرارة الكيو تساوي لنا كتلة المي في الحرارة النوعية مال المي في مقدار الزيادة في درجة الحرارة أو الدلتا تي. أوكي، الكتلة شديد 750، الحرارة النوعية مال المي شديد 4.2، والدلتا تي شديد 4. هسه بس مجرد أضرب ذني الأرقام، خلي أضرب بين الأرقام طبعاً بدون الفوارز وبدون الصفر، يعني كأنما أضرب 75 أضربها بين 42، طبعاً الناتج يطلع على ضرب الأربعة، فاثنين في 15 14 وواحد 15، أترك مرتبة 4 في 25 يبقى 2 28 و2 30، فالصفر 5 1 3 وعنا جمعت. هسه أضرب هذا الرقم الأربعة، فأربعة في صفر صفر 20 يبقى 2، أربعة في 1 4 و2 6، وأربعة في 3 12 1600، إذا الناتج 12600، عند صفارة عند صفر 1، هذا ينزل كم مرتبة عندي؟ عندي مرتبة واحدة، فهاي أفرز من جهة اليمين مرتبة واحدة، شنو الوحدة؟ جول. ليش؟ لأنه المئوي، هاي المئوية راحت ويا من؟ ويا المئوي، وهذا الغرام راح ويا من؟ ويا الغرام، فبقت بس الجول وحده الحراره. هاي كميه الحراره اشارتها موجبه، ليش؟ الحراره ممتصه من قبل المي. انا اريد الحراره اللي يفقدها حامض الخليج نتيجه الاحتراق، يعني ما اريد الحراره المكتسبه، الحراره مفقوده، بمعنى اخر ما اريد الحراره الممتصه، اريد الحراره المنبعثه. فاقول الحراره المنبعثه نتيجة احتراق 1.5 غرام من حامض الخليج
هي نفسها اللي امتصها الماء بس عكس الإشارة. يعني راح أقول لك يو تساوي من هنا موجب هنا سالب 12600 أوكي جول، لأن هاي حرارة منبعثة وهاي حرارة ممتصة. هاي منبعثة لأن انبعثت نتيجة احتراق حامض في الليل، هاي ممتصة امتصها الماء. أوكي الفقرة الثالثة إيش راح أسوي؟ راح أطلع عدد مولات حامض الخليجي، هاي ثابتة لازم أطلع عدد مولات حامض الخليجي. فعدد المولات الـ M number of moles يساوي إن الكتلة على الكتلة المولية، الكتلة على الكتلة المولية. أوكي الكتلة شنو عندي؟ الكتلة عندي 1.5 غرام، والكتلة المولية شنو عندي؟ عندي 60 غرام على مول، حتى الغرام يروح وين الغرام تبقى لي بس وحدة المول. أوكي طبعاً هنا عندي مرتبة واحدة فأضرب البسط المقام في 10 حتى تخلص من هاي المرتبة، أضرب البسط المقام في 10 هنا على 10 وهنا على 10، فعدد المولات إيش راح يساوي لنا؟ هاي 10 تضرب فارزة تصير 15، وهاي 10 تضرب بالستة شص بالستين شو تصير 600. هسا راح أقسم ال 15 على 600، 600 مقام ينزل هنا والبسط قلنا ندخله داخل فنسوي السجن. اوكي هسه 15 كم 600 اكيد ما بيها، فاخلي صفر وافرز فارز ال 150 كم 600 ما بيها، فش اسوي؟ اخلي هنا صفر وهنا صفر، صارت 1500 كم 600 بيها 2، 2 في صفر صفر، 2 في صفر صفر، 2 في 6 12 ناقص صفر صفر 5 ناقص 2 3 هذا 1 ناقص 1 صفر، اخلي بعد صفر صارت شنو 3000 كم 600 اكيد بيها 5، 5 في 0 0 5 في 0 0 و 5 في 6 3 والنتيجه 0 0 0 اذا النتيجه 0.4 اذا النتيجه 0.025 والوحده شنو هي؟ مول. ليش؟ لان الغرام راح ويا الغرام بقت بس وحده المول. اذا الخطوه الثالثه طلعت عدد مولات حامض الخليج. هسه الخطوه الرابعه راح اسوي نسبه وتناسب. شلون؟ على مود اطلع كمية الحرارة التي يمكن ان تنتج بها احتراق مول. هسه هاي الحرارة هي مو احتراق مول، احتراق 100 مول، فاسوي نسبة وتناسب. فالخطوة الرابعة اقول اذا عندي 0.025 مول، ايش قد اعطتني حرارة؟ اعطتني حرارة سالب 1.2600 12600 جول. زين اذا عندي 1 مول قد حراره، فهاي المجهوله نقول عليها كيو، طرفين وسطين طرفين وسطين، الكيو تساوي هذا دائما بالمقام. طبعا ملاحظه مهمه، اذا قال احسب الحراره الناتجه من احتراق 1 مول هذا 1، اذا قال 2 خليها 2، يعني تضرب 2 في هذا على هذا، قال 3 في هذا على هذا. اوكي يعني معناته الكيو تساوي لنا هذا، بما انه راح نضربه بهذا فهذا يصير دائما جواب، هذا دائما جواب. وهنا 1 في هذا المقدار بيأثر 12600، لو 2 لا كان ضربت في 2، لو قال لي احسب الحراره الناتجه من احتراق 2 مول كان كتبت 2 فيها، 3 مول 3 فيها، اوكي بس لو قال 1 مول تبقى هالشكل. هسه بس مجرد اقسم. فهاي الكيو شو تساوي لنا؟ طبعا هنا عندي 3 مراتب بعد الفارزه 1 2 3، على مود اتخلص منهم اضرب البسط المقام في 1000، اضرب البسط المقام في 1000. ليش؟ حتى هاي ال 1000 تلغي لي الفارزه، يعني الناتج راح يساوي لنا هذا يساوي لنا 25، راحت هاي الفارزه 3 مرات، وهذا السالب 1 12 وهاي 600 راح تجي 3 اصفار 1 2 3. هسه بس مجرد اقسم تقسيم عادي. اوكي فايش راح اقول؟ قسمه طويله، راح اقول هنا ال 25 قاعدتها، وهذا الرقم بدون الاشاره لان هو الناتج راح يكون باشاره سالب، فراح اجيب ال 12 6 هاي الصفرين وهاي 3 اصفار. هسه 12 كم 25 بيها؟ 126 كم 25 بيها؟ 5، 5 في 25 125، هنا راح يكون عندي 1، 6 ناقص 5 1، هنا 2 ناقص 2 0، 1 ناقص 1 0، فراح انزل هذا الصفر. 10 كم 25 ما بيها، فراح اخلي هنا صفر وراح انزل الصفر الثاني يصير 100، اكيد ال 100 كم 25 بيها؟ 4، 4 في 25 100، 0 0 0. هسه لان الثلاث اصفار اصعدهم فوق 1 2 3، اذا الناتج 5 0
4 و3 اصفار، الوحده شنو هي؟ جول على مول، وحدات حراره على وحدات عدد مولات على وحدات مول. اذا جول على مول، جول على مول، هاي هي كميه الحراره، هاي فقط رقم 4. انتهى الحل، خلص هاي انتهى الحل، بعد ما عندي حل. بس اذا تريد تسوي خطوه بين تحول الجول الى الكيلو جول، هو مطالب من عندك، بس اذا تريد تحسبها فقره خامسه وتقول يا با انا هاي كميه الحراره اذا احولها للكيلو جول قسم على الف، هاي اذا تقسمها على الف، هاي اذا تقسمها على الف، هذا الالف يروح ويا 3 اصفار، فالنتيجه السالب 5.04، والوحده راح تتحول من الكيلو جول الى عفوا من جول للكيلو جول على مول. اما اذا قلنا تحسب التغير في الانثالبي، هو هذا التغير في الانثالبي. ليش؟ لانه هاي الحراره لما نقيسها بالمسعر في بوتل الضغط، اذا الانثالبي التفاعل الدلتا اتش ار ثابت التفاعل هو نفس هاي الكيو ثبوت الضغط، ويساوي لنا سالب 5.04 كيلو جول على مول. اوكي، اذا انت الرسم ما مطلوب منك، ما ترسم بالامتحان. خطوه رقم 5 وهاي الخطوه ما مطلوبه منك، مطلوبه منك اول شيء طلع دلتا تي، انه طلع كميه الحراره اللي اكتسبها المي، انه طلع عدد المولات مال الماده المحروقه، شوف كان حامض خليك، ايثانول، جلوكوز، اي شيء. اوكي؟ طبعا كذا راح يعطيك الكتله، ويعطيك الكتله الموليه، اكيد يعطيك الكتله الموليه. بعدين اسوي نسبه وتناسب، اذا قال لك 1 مول خلينا 1، قال لك 2 مول خلينا 2، وطلع كميه الحراره جول على مول. هاي زايده، اذا هي تحولها لكيلو جول تقسم على الف، هاي زايده. اوكي؟ والرسم طبعا زايد، انت مطلوب منك ترسم، يعني اذا الحل ما يكون سهل وبسيط. اوكي؟ وطبعا هاي الاسئله احنا انتهينا، بعد ما عندنا ما عندنا 10 شروحات على المسار. الاسئله الوزاريه اللي اجت كلها تكررها بالامتحان الوزاري، مجرد مرات هيش اختلاف بسيط بالارقام، ومرات تجي بالضبط نفس الارقام، ومرات اختلاف بسيط. اذا نحفظ السؤال 16 والسؤال 17، نحفظ الامثله الثانيه والتمرين، وبالتالي احنا ضمننا 10 درجات اذا اجاب السؤال عن مسعر الحراره.